السلام عليكم حبايبي صحابي، معكم اخوكم الشاب سيمو. فوالا كنجد اللقاء ديالي معكم ومن هذا المنبر ديال قناة شوف تي في. كنتهز الفرصة باش نقول لكم يعني تحافظوا على التباعد الجسدي وعافاكم، ما تنساوش الكمامات والطريقة ديال كيفاش كنركبوها يعني على الأنف والفم اون ميم طون، وهذا الشيء كامل باش نحمي ريوسنا ونحمي الناس اللي داخلين بينا والعائلات ديالنا. وكنتمنى هذا الميساج ديالي يوصل لكم ويعني وتاخذوا به، وإن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظنا، ونتلاقاو في ساعة الخير. تبارك الله عليكم، تحياتي.